ورجعت لكم فيديو جديد ومكان جديد. النهاردة قررت اني اروح اجرب بهية. هو فاتح في حدائق الاهرام بقاله كتير قوي بس انا ما كنتش جربته لحد دلوقتي، وفجأة كده حسيت ان انا نفسي هفاني عارفين على الملوخية والرز والمحشي والفراخ المحمرة، عارفين الاكل بتاعنا الجميل ده. فقلت بقى ان انا ايه اروح اجربه واقول لكم على رأيي بمنتهى الصراحة زي ما انا معوداكم في كل الريفيوز اللي بعملها. ف يلا بينا. انا بحب كده بصوا اجيب لكم الخلاصة مخلصة عن المكان بس. شكرا. 5 minutes later. وصلت فرع بهية اللي في حدايا الاهرام البوابة الاولى. في اعداد عند باب الريستوران واعداد فوق، انا اخترت اقعد فوق. ده شكل المكان. المكان شكله عادي نظيف ومشغلين اغاني عبد الحليم وام كلثوم، بيدوا جو لطيف مع الملوخيه. ده المينيو بتاع بهية، عندهم كل حاجه، شوربات، محاشي، فراخ، بط، حمام، مشويات، رز، فته، سندوتشات، واسعارهم في العادي، ما حسيتش باختلاف عن الاماكن التانية. اول حاجه نزلت العيش والسلطات، شكلها حلو، كميه كبيره، وميه السلطه. بصراحه منصحش حد ياكل سلطه او يشرب ميه سلطه بره البيت في اي مكان تروحوه. ماما دايما تقولي ما تاكليش سلطه خضره بره البيت يا مها، اديني قلت يا مها، فانا اتعودت على كده بصراحه اني ما اكلش سلطه بره البيت. اول حاجه طلبناها، طلبنا كفته مشويه، ده ربع كفته وطبق ورق عنب ونص فرخه مشويه ومعاها رز بالشعريه وطبق محاشي مشكله، وطبعا الملوخيه يا سيدي على الملوخيه. متوصيين بالكميه الصراحه وطلعت كبيره. انا بقى بحب اكل الملوخيه مع الرز جدا اكتر من الملوخيه بالعيش. يلا بينا ندوق ونشوف الطعم عامل ايه. هقول لكم على الريفيو بتاعي بعد لما اخلص، استنوني. وصلنا للريفيو، خلاص شبعت وخلصت اكل وروحت وقلت ايه اعمل لكم بقى الريفيو على رواقه. بصوا انا هبدا معاكم بالحاجات اللي عجبتني، فالاقل فالصدمه. ماشي. اول حاجه عجبتني جدا الكفته المشويه، كانت حلوه جدا. الحاجه اللي انا اصلا ما كنتش طالباها، طعمها كان حلو، اللحمه مستويه كويس قوي، ملحها كويس ومش تقيله. بعد كده السلطات عجبتني قوي. انا دقت الطحينه والبابا غنوج، كانوا حلوين جدا وطعمهم مظبوط. بعد كده المحاشي كانت حلوه، بس مشكلتها بالنسبه لي ان هي كانت حادقه سنه، فما كنتش مستمتعه كده وانا باكلها. ده الحاجه الوحيده بس اللي ما عجبتنيش فيها، لكن هي كانت حلوه قوي. دقت ورق العنب والكوسه والبتنجان والفلفل، بس كان نفسي ان هي تبقى ملحها اخف من كده شويه علشان اقدر ان انا اكلها. بعد كده في الملوخية برضو عجبتني جدا، والكمية بتاعتها كبيرة قوي، هم حاطينها في بتاعة كده فخار، فكانت الكمية غير التوقعات خالص، غير اي مكان انا اكلت فيه قبل كده. كان دايما في الاماكن التانية بيحطوا ايه حبة كده صغيرين، لا دول حاطين مليين ملوخية حلو كده بس. وكمان كان معاها رز بالشعرية، كان طعمه عادي مفهوش مشكلة يعني، الطعم الطبيعي. والفراخ المشوية فراخ مشوية عادي جدا، ما انبهرتش يعني. شكرا. ايوه. انا بحب كده بصوا اجيب لكم الخلاصة مخلصة عن المكان بس. شكرا. واستنوني في ريفيوز تانية كتيرة جاية. طبعا انا ببهركم بالريفيوز بتاعتي وبقول لكم الصراحة وبقول لكم الانجاز يعني.
شكرا بالهنا والشفا. واستنوني في ريفيوز كتيرة تانية جاية. وتابعوني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام على كل الابليكيشنز.